أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج المشهد عبر قناة المرابطون. اليوم العالمي لعيد الطفل في العالم يحتفل به هذه الأيام في 20 من هذا الشهر، احتفاء يلقي بظلاله على واقع الطفولة والطفل بشكل عام في موريتانيا، في ظل حديث عن تزايد نسب الطلاق وعدم الرعاية وغياب الدور اللازم من قبل الأسرة والمجتمع المدني والمنظومة القانونية التي تحمي الطفولة والأطفال الذين هم زهرة الغد وجيل المستقبل. معنا لسبر أغوار هذا الموضوع دكتور أحمد محمد مبارك والصنبفال، أكاديمي وباحث. أهلا وسهلا. معنا أيضا السيدة مبيا بنت محمد أحمود، مسؤولة الأنشطة بالجمعية الموريتانية لرعاية الطفولة. أهلا وسهلا. إذا سنبدأ بما أنكم أنتم من أهل المجال والاختصاص، كيف وانتم في الجمعية الموريتانية لرعاية الطفولة تنظروا الواقع الطفل في موريتانيا حاليا من خلال ممارساتكم وعملكم اليومي في المجال؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. في البداية نشكر القناة على هذه الاستضافة السانحة لدلاء دورنا وتعبيرنا كذلك عن دورنا في هذا المجال. نحن بالنسبة لنا في جمعية الطفولة نتعامل مع الوكيل أساسا ونعالج مشاكل الطفل من خلال تعاملنا مع الوكيل وتعاملنا مالي كذلك مع الطفل. احنا طبيعة عملنا ان عندنا الطفل نستقبله كمنتسب من والديه، وعندنا برنامج يطبق على هذا الطفل، وعندنا كذلك انشطة تراعي الاهتمامات بالطفل اساسا، وعندنا كذلك في هذا المجال كذلك دورات تقدم للآباء من أجل النصيحة ولإدراك دورهم والاهتمام بالطفل والتوعية في ذاك المجال. وكيف قلت لك ذاك البرنامج اللي عندنا نحن اللي نطبقه على طفل يراعي يحتفظ ويحافظ أساسا على حقوق الطفل وتكوين طفل صحيح صالح ويعزز علاقته مع الأسرة. هذه العلاقة نعم تعتبر مهمة عندنا كاملين. نعم هذه العلاقة قلت نحن نتعامل مع الطفل من خلال الأسرة اللي هو اللي يتربى فيها، أولا من خلال البرنامج نطبقه نحن عليه داخل جمعيتنا اللي هي فيها أنشطة وفيها مخيمات وفيها أمسيات وفيها رحلات، هذه كاملة كلها عندها دور في تربية الطفل وتنشئته. وكذلك علاقتنا بالوكيل من خلال كذلك دورات وورشات تقدم للوكلاء بنصيحتهم وعلاقتنا بالمتابعة مع الوكيل، وهذا كامل يهدف لتنشئة الطفل الصحيح اللي يطلع بدوره في المجتمع ووصفه هو الأساس في بناء المجتمع ومعول عليه في المستقبل. دكتور اليوم العالمي لي طبعا أستاذ أحمد، اليوم العالمي للطفولة وسط واقع صعب للطفل في موريتانيا، كيف تنظر؟ شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي رحمة العالمين. أشكر قناة الوطنية على المرابطون وطنية شديدة كلهم قنوات أخوة قناة المرابطون على هذه الاستضافة وعلى الاهتمام باليوم الدولي لحقوق الطفل الذي يوافق 20 فبراير وبعد انقابة اللافتات التي يعني نوفمبر اللي بعد انقابة اللافتات عن الشوارع من أجل الاهتمام ولفت الانتباه للاهتمام بالطفل ورعايته وحقوقه انطلاقا من تتبع الدولي لحقوق الإنسان، لأن مجال حقوق الطفل ينبغي أن ينظر إليها من أولا من الناحية الدولية. اتفاقية حقوق الطفل هذه تم اعتمادها 20 نوفمبر 1989 وتم كذلك نفاذها 2 ديسمبر 1990 في وقت وجيز بخلاف مع الاتفاقيات حقوق الإنسان الأخرى، لأنها يعني لأهميتها وعدم تكلفة الدول التي ستوافق عليها، لأنها مجرد حقوق للأطفال وهي أول اتفاقية دولية ترسي حقوق إحدى أشد الفئات ضعفا وهشاشة داخل المجتمع. صحيح. الذي على الجميع أن يواكب حمايته، وهذه الاتفاقية تهدف إلى حماية حقوق الطفل وبطبيعة الحال مراعاة مصلحته بالمقتضيات اللازمة التي نصت عليها الاتفاقية. نذر التعليم والاتفاقية حسب المهتمين تقسم إلى ثلاث فئات. فالفئة الأولى
الفئة الأولى هي فئة حقوق البقاء والنماء، والفئة الثانية هي حقوق المشاركة. فحقوق البقاء والنماء تتعلق أولا بحق الحياة، وهذا الحق في الحياة يكفله الدستور الموريتاني بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية. لذا لم تأتي الاتفاقية الدولية بجديد، لأن هذا الحق موجود في المادة 10 من الدستور الموريتاني. كيف تنظر لجهود الحكومة بعد أن قبل أن ننظر إلى جهود الحكومة، علينا أن ننظر إلى الاتفاقية من الناحية إطارها القانوني. بالإضافة إلى الحق في الحياة، هنالك الحق في الاسم وفي الجنسية. بالإضافة إلى ذلك، هنالك الحق في الصحة، الحق في المستوى المعيشي، حق في الضمان الاجتماعي، حق في المشاركة، الحق في حرية الرأي والتفكير والتعبير. هذه جميع مجموعة من الحقوق هي الأساس التي تهتم بها الاتفاقية. وعلى الدول الأطراف التي وصلت الفين، حوالي 100 وأكثر من 190 دولة قد وافقت على هذه الاتفاقية. وبطبيعة الحال حين توافق الدولة طرف على اتفاقية، ما عليها أن تقوم بجهود موازية لهذا الاتفاق. وقامت فعلا الدولة الموريتانية مؤخرا، لأن موريتانيا وافقت على صادقت على الاتفاقية حقوق الطفل في مايو 1991. لذا ننظر إلى موريتانيا من 1991 إلى اليوم، ماذا تم تقديمه للطفل، وما هي المؤسسات القانونية التي عليها حماية الطفل. هنالك وزارة تعنى بالأسرة التي هي الطفل محور رئيسي. هنالك الأسرة، هنالك الأسرة والشؤون الاجتماعية وزارة، وهنالك هذه الأسرة، هذه الوزارة تهتم أساسا بالمجال الاجتماعي. إلا أنني في المجال الاجتماعي أفضل المجال القانوني والقضائي الذي هو يحمي الحقوق من طرف المحاكم ومن طرف وكلاء الجمهورية. هنا قامت الدولة بإنشاء إدارة تابعة لوزارة العدل، وهي إدارة المكلف إدارة الحماية الجنائية للطفل. هذه الإدارة تقوم بالسهر على تطبيق النصوص القانونية المتعلقة بالطفل، وهي مع الأسف اليوم 20 نوفمبر هذه الإدارة ليست لها مدير وليست لها مدير مساعد من فترة قديمة. لذا هذا يعني أن الدولة تناست أو تجاهلت أن الطفل جزء مهم من هذا المجتمع. سيد مبيا، كيف تنظروا لهذه النقطة اللي طرحها أحمد، هي متعلقة بجهود الدولة، أنتم في الميدان كيف تنظروا لجهود الدولة فيما يخص الطفل؟ في الحقيقة نحن جمعية من المجتمع المدني، ومؤسسة مجموعة من الناس المهتمة بشؤون الوطن وغيورة على النشء والطفل، وفعلا فيه جهة وصية هي التابعة لها نحن عند ترخيص وذاك الشيء، لكن تعاونها معنا ما زال ضعيف. والله قاعد يكاد ينعد في فترة من الفترات يحضرونا بعد الأنشطة، يشرفونا بحضورهم بعد الأنشطة كيف الافتتاحيات، يقتصر دوره على هذا القدر فقط، ما فيه أي مجال ثاني للتعاون ولا فيه مولي كذلك. ونحن دائما ما كنا دائما مثلا نشارك في أي شعادات الدولة، كيف تقليد اليوم العالمي للطفل المغاربي، اليوم العالمي للطفل الإفريقي، واليوم العالمي مولي كذلك العيد العالمي للطفل، هاي دائما نحن مثلا نشاركوا فيها. ودائما مولي نلاحظوا عن هذه التظاهرات والله الإحياءات اللي تعدل العيد عنها شكل يوم موسمي، ولا فما فيها شيء مواكب فعلا الطفل ولا نشعر نحن في ما هم نقاشات، ما هم مقترحات، ما فما في تبادل آراء، ولا فما فيها نقاشات، ولا فما فيها مثلا حتى تثمين مثلا أدوار الناس اللي ناشف ذاك الجيل. يعني نحن فقط مجرد عنهم، هم جهة وصية، نحن دائما نطلعوهم على ذاك اللي ينعدلوا بهم الأدوار، وذاك اللي انشطتنا وافتتاحياتنا وختام كذلك أنشطتنا، هي دائما نبلغها لهم. أهم نقطة مهمة سيدة بيا، وهي تتعلق بذلي مخاطر تهدد الطفل الآن، أبرزها الطلاق، هذه مشكلة كبيرة وتواجه الطفل وتفكك الأسرة، كيف تنظروا وتعالجوا هذه المشكلة حقيقية مطروحة؟ وإن شاء الله أستاذ أحمد في عدة مقالات. نعم، نحن كيف قلت لك تعاملنا مع الوكيل، الطفل نقبله، الطفل نقبله من عند وكيله، بالتالي نحرص دائما على عن الطفل عنه يبقى مطرح اهتمام الوكيل، وعن الوكيل نحثه على الاهتمام بالطفل. وذيك المخاطر اللي تتهد لي، سواء كانت فيها الطلاق، وسواء كانت فيها العنف، وسواء كانت فيها التسيب المدرسي، والله هذه المشاكل كاملة نحن نطرحوها ونعالجوها
منتديات ونعالجوها كذلك في دورات ونعالجوها في ملتقيات نقبض لهم متخصصين تربويين يعودوا يعتنوا بالوكلاء وحدهم يعني نعدلوا ملتقى الأمهات كذلك عندنا مصلحة الطفل والوكيل هذه فيها تعدل في زيارات البيوت نشوفوا مستوى الطفل اللي يعيش فيه نشوفوا الاهتمام بالصحة نشوفوا الاهتمام بمستوى الدراسي نشوفوا الاهتمام عندنا وكذلك في فماتي نحن عندنا انشئنا عندنا طيب هذا اللي قال له المعين في تربية الناشئين هذا من إنتاج جمعية مرتان لرعاية الطفل ويقدم أساسا وتعدل إلى دورة للوكلاء وفيه نصائح للاهتمام الأول منها كانت هي ظاهرة الطلاق عنها الطفل اللي ينشئ في بيت مفكك هذا غالبا ما يكون طفل فاشل من ناحية نفسية ومن ناحية توفير للظروف ومن ناحية لا بد للطفل المتميز أن تعود عنده أسرة معتنية به ومهتمة به من نواحي الصحة ومن نواحي المستوى حقوق كيل قال لك الأخ عنده الحق في الصحة عنده الحق في التعليم عنده الحق في اللعب الحق في إبداء الرأي وهذا ما قد يبديه ما هي أسرة متماسكة ويشعر فيها الطفل بالأمان ويشعر فيها بتقدير من والديه ويشعر بها لذلك هذه كانت هو الدور اللي نطلعه نحن به من أجل المحافظة على الطفل أنه يظل دائما في أسرة متماسكة ويرعاه الأب والأم على حد السواء أنا أعرف عن التربية ما هي من جانب واحد ما كنت تعتمد على الأم فقط والله الأب فقط والله المدرسة فقط هي منظومة من ناحية متكاملة من ناحية البيت المدرسة والجمعية كذلك دورها مكمل لهذه الأدوار الأخرى كاملة توجه وترشد وتقبل كذلك تستنبط مثلا الخبرات من المجالات الأخرى اللي تعمل معها في نفس جميل. المجال وتعود هذا كامل ينصهر بطاقة واحدة هي تنشئة الطفل تنشئة صحيحة هذه نقاط مهمة مخاطر تواجه الطفل في موريتانيا صراحة الطلاق هي أهمها كيف تنظر لهذه النقطة العبء كله على الأم نعم شكرا للأخت على هذه المساهمة جيدة بي. والأفكار الطلاق ظاهرة كونية مثل الاتفاقيات الدولية لا متهمين بينتم الرجال لا الطلاق واضح لأن مدونة الأسرة واضحة وصريحة والقضاء الموريتاني كذلك موجود وقضاء خاصة القضاء المدني في موريتانيا الذي هو معنى أساسا بالنفقة الزواج قبل ذلك والنفقة التي تدخل بها رعاية الأطفال حتى يبلغون سن الرشد كما جاء في الاتفاقية الدولية التي عرفت الطفل بأنه هو أي إنسان دون 18 سنة لذا في مدونة الأحوال الشخصية أو مدونة الأسرة هذه واضحة النفقة على الأب لماذا نخاف من الطلاق؟ الطلاق مظهر صحي وأمر به الشرع لأنه أحيانا تشجع على الطلاق لا 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 أشجع على الطلاق أشجع على الطلاق لأن الطلاق أحيانا يكون من مصلحة المرأة ومن مصلحة الأسرة أن تتفكك ومن مصلحة أيضا الأطفال لكن بعد الطلاق علينا أن نبحث عن هل النفقة انتهت مع نفاذ هذا العقد لا النفقة تبقى مستمرة كيف تبقى بعض العوائل تقول خايف من الفضاحة لا لا ما العوائل يطلب الراجل انه يصير على تركته العوائد علينا ان نضرب بها عرض الحائط وعلى المرأة ان تتحمل الجهود وتواجه المجتمع من اجل تربية الابناء لان غدا اذا كان الابن ليس متعلما و يعني ابن شارع ماذا سيقدم له المجتمع والابناء الهدف الاساسي منهم هو استمرارية الحياة ودموتها لذا على الإنسان أن يسعى في إنتاج جيل يخلفه ويساعده ما دام حيا في هذه الدنيا وبالتالي الطلاق ما هو خطر الطلاق إذا أخذت المرأة أكثرية إذا أخذت المرأة الذين الآن في الشارع هم أبناء طلاق هذا يعود إلى دور الجهات التي تهتم وأساسا الجمعيات لأن المرأة على الجمعية أن تذهب إلى المرأة وتكون هنالك حلقيات وأنشطة تتعلق بكيف تنتزع المرأة هذه الحقوق من الرجل بعد الطلاق لأن هذه الحقوق ثابتة وتبقى ثابتة والقضاء الموريتاني موجود والمحاكم الموريتانية محاكم الدرجة الأولى في جميع مقاطعات التراب الوطني لا توجد هنالك مقاطعة إلا وهنالك محكمة تهتم بشؤون الأسرة وبالتالي على الأمهات في حالة الطلاق أن يذهبون إلى القضاء من أجل
إرقام الآباء على نفقة أبنائهم، لأن هذه النفقة حق لا يتقادم ومتواصل حتى يبلغ هذا الطفل سن الرشد. ويضرب عرض الحائط بالعادات. العادات لا، العادات لا تحمي، لا تحمي الشخص، ولا تربي الأطفال، ولا تساهم في تدريس ما تقدم وتتعارض كذلك مع الشرع، لأن العادة إذا كانت تخالف الشرع علينا أن نضرب بها الحائط. بعد الفاصل نواصل مع الأستاذ أحمد والأستاذة مبيا حوارنا حول اليوم العالمي للطفل وتحديات ولغز محير حول تشجيع للطلاق بعد الفاصل. أهلا بكم، نحن معكم في المشهد اليوم العالمي للطفل. سيدة مبيا سمعتي، طلاق ما هو عائق ولا يعتبر أزمة، وفي نفس الوقت هذه نقطة أنتم عندكم في المجتمع المدني تعانوا منها. نعم فعلا نحن كيف قال الأخ، نحن نعرف عنه الشرع أجازه ما أمر به، أجازه ووارد في القرآن، يتفرقا يغني الله كل من سعته، معناها أنه قد يكون حلا، لكن نحن نقول الوقاية خير من العلاج. معناها بدل ما تعود موجودة محاكم وتتشاد لها مدة وتتعارض مدة مع العادات وتتعارض وتذهب دائما تعود فيها المشادات، هاي في حد ذاتها نحن نعتبرها قاع ما يصحية للطفل. الطفل يشاهد الخلافات بين الوالدين وراء فما عدم انسجام بيناتهم وفما خلاف، هذا وحده يخلي يأثر تأثير سلبي في نفسيته ومن نفسه. وفعلا ذاك التأثير السلبي فرع اللي منعود عنده انعكاس على حياته وتصرفاته واهتماماته الكاملة. نحن نحرص عليه طفل ينشأ سليم التفكير، سليم العقيدة، وسليم التصرفات، وسليم من كل النواحي، العقد النفسية، والعقد النفسية. وهذه كامل، هذه كامل الأشياء، وحتى ما يشاهده في الشارع ويشاهده في البيت ويشاهده في الوساطة الثانية يأثر على نفسيته. قضية الإنفاق هذه مهمة، قضية نعم، لأن يسر من يسر ضرق الإنفاق فيها ما هو خارج، نعم، رجل متنصل مسؤوليته، وهذه تنطرح لكم ثم كجمعيات كما شاء الأخ، أنكم ما توعوا بها العليات، والله خايفين من الفضاحة على العليات، هذا العرف التقليدي اللي عند الموريتانيين. صحيح. نحن هنا فيها دورنا كجمعية، ما هي جمعية مثلا للمطلقات ولا جمعية للنزاعات الأسرية، ولا نحن جمعية للطفل، العناية والرعاية بالطفل وتطويره وتهذيب سلوكه وتطوير مواهبه واكتشافه وإنشاء طفل صالح. لكن ذيك الأشياء اللي تساعد على هذا هي نبحث نحن عنها، وفعلا دائما ما نعدلوا منشورات ونعدلوا همسات ونعدلوا إصدارات على عن الطفل. ينبغي أن ينشأ في بيت منسجم ومتوافق، وجميع الأسرة في عود خالي من النزاعات وخالي من العنف وخالي من الخلافات وخالي من أي شيء، ويشعر فيه الطفل بالأمان ويشعر فيه بالسعادة ويشعر فيه بالاهتمام. إياك هو من نفسه هذا كذلك يكون هو فرد في المجتمع ذا دوره، وإنما الطفل اللي ينشأ في هذه الخلافات لا شك أنه هو في نفسه في مستقبله دور يعود عنده بيت من هذا النوع ويتبرى من المسؤوليات. وفعلا كي قال إشارة الأخ عن النفقة عنها على الوالد، لكن النفقة ما ليست هي كل شيء، في التأديب، النفقة ما هي، ولو قاع كان هذا الوالد موسر قاع واستطاع أنه يوفر ما تحتاجه لهم، فيه أشياء كثيرة، فيه أشياء كثيرة ينبغي للأب أن يطلع بها. وفي كثير من الآباء لا يستطيع أن يوفر، ذاك اللي كان يوفر وهو داخل البيت لا يستطيع أن يوفره وهو خارج البيت. ومسؤولية الأب ما هي إلا مادية فحسب، ما هي أن الأب تعود عليه مبلغ مالي يسد فاتورة يسدد في نهاية الشهر، وهذا ما هو أب مثالي.
يعني اللي عنده فاتورة يسددها كذا، والطفل مدور منه كثير من الأشياء يعلق عليه كثير من الآمال. الطفل الصالح هو من كسب المرء وإنشاء مشروع ناجح. إنسان عنده طفل هو المشروع الوحيد اللي مستطيع أنه يعود صاحب مشروع ناجح هو الإبناء. هذا استثمار في الإبناء، استثمار في المستقبل، استثمار في نفسه، استثمار في الوطن، استثمار الرأس هو نفسه. إذا انقطع من الدنيا لما قاله إلا انقطع منها إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له بالخير. وهذا الولد الصالح لا شك عنه لا يدعو، ما قط هو كان يعرف عن أبوه الاهتمام به والرحمة والرأفة والاهتمام بالمسؤوليات والنصائح والإرشاد والحب والتعاطف. هذا ما هو مد قدام المحاكم وقدام الأشياء والأم عندها كذا شايف أنه أنتم أبوكم مجابلكم أنتم أبوكم عدل أنتم كذا، هذا ما هو هو الحل. كيف نؤمن هذه البيئة أستاذ أحمد؟ أنا أختلف تماما مع الأخت في هذا الطرح، لأنه ليس طرحا قانونيا ولا حقوقيا، وهي جمعوية وحقوقية. لأن القانون لا يمكن أن نتجاهله من أجل أن لا أن تضيع الحقوق وأن يعني يذهب في ما إحنا ندوره قاعد طلاق ما يخرج ندوره أسرع متعدل صالح فيه معوله يقريه ويعلمه الطلاق 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 من الأفضل أن تكون الأسرة أن تستمر، وهو أبقض الحلال عند الطلاق في موريتانيا نسبة مخيفة. الطلاق وأنت تشجعها نسبة مخيفة نسبة مخيفة لأن النساء أو الأمهات أو الزوجات رفضوا نزع الحقوق من الرجال. لماذا في الدول المجاورة الرجل إذا لا يمكن أن يطلق لأنه يفكر في الممتلكات والذمة المالية له، لأنه بعد الطلاق سيبقى ستبقى الممتلكاته صفر، المنزل سيضيع يذهب من أجل يعني انتصارا للزوجة والأبناء. لكن في موريتانيا الزوج بعد أن يطلق تذهب المرأة إلى البيت وتجلس وتأتي امرأة أخرى للمنزل. كيف هذا؟ هذا ليس شرعا ولا قانونا ولا حقوق ولا حقا ولا إنسانا. أيوة المسؤولية الدولة المسؤولية اليوم تبقى على الجمعيات. الدولة فعلت في المجال القانوني ما يكفي، لكن العادات تسيطر على المجتمع الموريتاني. لذا دور الجمعيات ودور الأحزاب ودور النقابات ودور حتى الشباب والمساهمين والفاعلين والخيرين هو توعية الأسرة، توعية الأم على أن الأب ينبغي أن يجلس، وإذا لم يجلس وإذا طلق فتكون هنالك عقوبة، وهذه العقوبة هي انتزاع المنزل للأبناء من أجل أن يعيشون فيه، مواصلة الدراسة يعني على الطفل أن يبقى في نفس الظروف التي كان يعيشها ما دام بجانب أبيه. كيف يا خراج الأب يعني تخرج معه الحقوق وكان الابن يسجل في أعلى المدارس أو الإعداديات أو الثانويات الحرة، غدا يعود إلى المدارس النظامية في الأحياء الشعبية؟ كيف هذا؟ ونقول للمجتمع لا، هذه مسؤولية الأمهات ومسؤولية المجتمع، مسؤولية الجمعيات. على الجمعيات أن يقولوا للأمهات أن هذا الإفيول الأسري الذي نسجه المجتمع أنه لا أطفال معه، وأن الطلاق أمر طبيعي إن وقع لا قدر الله، إن وقع لا قدر الله، لكن إذا وقع علينا أن نفكر في الحلول. الزوج ذهب وخرج، لكن نفس الظروف التي كانت يعيش فيها هذو الأبناء وكانت عليها أن تبقى، لا تزول بزوال الأب ولا تزول بزوال هذه الرابطة. لا، الحقوق ينبغي أن تبقى مستمرة. ولماذا لا 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 يكون هنالك مقترح؟ لأن الاتفاقية الدولية هي مجرد اقتراح من دولة بولندا في إطار الاتفاقية الدولية الأوروبية لحقوق الطفل قبل أن تكون اتفاقية دولية. أيوة دوركم أنتم الرجال اللي عندك تحامل على العيال، دوركم في رعاية أطفالكم. لا يجب تركوا التم ماشيين رعاية الأطفال بطبيعتنا نحن كمجتمع موريتاني كرجال، أنتم كرجال أحمد بطبيعة الرجال بطبيعة الرجال الرجال في الدول المجاورة كما شاهدنا الرجل يخاف من حرف الطاء لأن هذا هو سيكلفه ما يملك، لكن في موريتانيا سيريحه وينتقل من الشيخوخة إلى الشباب ويعيش حياة جديدة. لا، على الرجل أنا هون أقول للأمهات وللجمعيات وللمهتمين بالمجال الجمعوي والنسوي أن يعني يفككوا هذا الجدار الذي به تضيع الحقوق. لا يمكن، لماذا نخاف من المجتمع؟ امرأة ذهبت إلى المحاكم من أجل حقوقها، حقوق ليست حقوق ابنها، هي قاع راهي ليست لها حقوق، وحقوق المرأة تنتهي بالطلاق في بعض الأوقات، لكن الأطفال الحقوق مستمرة إلى أن يبلغوا أو إلى
أن يعني تعود هذه الحقوق تبقى ثابتة ما دام صحيح. ما دام الأب حي، لأن لماذا نبحث عن التركة بعد الوفاة؟ وأنت كأنك مركز لا على البو دور ولا مالي، قلت لك البو دور دور ما مبين، لا بد من الرعاية، لا بد من دور الرعاية، الرعاية لما قلت لا راجل تعود بو تودم الرعاية. نحن علينا أن نركز على المؤسسات التعليمية أكثر، نحن في مجتمع تعليمي، في مجتمع فيه روضات حاضنة للأطفال تقوم مقام الأب والأم، لكن أحيانا تغني عن الأب، لا تغني عن الأب، لا تغني عن الأب، لكن إذا ذهب الأب لماذا يعني تنهزم المرأة ويضيعون الأطفال على أن الأب تتفق مع الأب؟ لا، في غياب الأب على المرأة أن تتحمل مسؤولياتها وتذهب إلى القضاء وتنتزع الحقوق، ويظلون الأطفال أو الأبناء في نفس الظروف ونفس الحياة التي كانوا يعيشونها في فترة بجانب الأب. سيدة مبيا، كيف نؤمن للطفل رعاية صحيحة؟ بالنسبة لي أنا وهو كلنا يتكلم عن مرحلة، هو يتكلم عن مرحلة، دائما يتكلم عن مرحلة ما بعد الطلاق، أنا نتكلم عن مرحلة انتماك راجل الطلاق وراجل الطلاق. أنا نتكلم عن الوقاية خير من العلاج، وقلت لك أن نحن أصلا أنا نتكلم انطلاقا من وضعنا نحن في الجمعية ودورنا الدولي، ما نتكلم مثلا ماني منظرة هكذا في المجال والفكري. هو بطرح نقطة مهمة من العيات يعطي متشجع عليه قبل قضية النفقة، فعلا هذه أي تحدي كبير، فعلا صحيح، أي أم من تتحمل مسؤولية طرحت قدامها ينبغي أن تتحمل المسؤولية مهما كانت هاي المسؤولية اللي تضمن لها تربية أبنائها وسعادتهم وتميزهم في الحياة. هذه الأم واجبها، واجبها، وذيك أي شيء مجال ينبغي عنها تخوضه، سواء كان القضاء سواء كان أشياء سوشيال ينبغي عنها تنتزع حقوقها باللي ترى. لكن أنا قلت عنا نحن دورنا في الجمعية، أنا أتكلم من دورنا نحن في الجمعية، أن نحن دورنا في الجمعية هو الحفاظ على الأبناء موجودين، وتوعية الآباء بدورهم وتوعية الأمهات بدورهم، يتجاوبوا معكم كذلك. نعم نعم، الرجال يتجاوبوا بعد معانا، دائما نعدلوا ندوات، يطلعوا يحسوا الآباء، نحسوا نحن نعدلوا ندورات، نحسوا عن الآباء. المجتمع الموريتاني هذا كان ينقال للطفل ما كان يعطيه قيمة، ولا كان يحس بمشاكل الأطفال، ولا يحس بالأعباء. الآباء الوسام والوسائل، قد حد مثلا الناس المهتمة بالدراسة قد تقول عن نسبة الطلاق عنها تقلصت في موريتانيا عن ما كان تعليفه، نظرا لعن الآباء والأمهات وعاو دورهم بالأبناء وعاو المسؤوليات اللي عليهم وتحمل المسؤوليات أكثر، وعرفوا عن الطفل عنه لا بد له من رعاية وبيئة وتعاون كبير. وفعلا نحن هذه المنتديات نعدله وهي المنتقيات نعدل الآباء، نحسوا عن الآباء أنهم مهتمين ومسؤولية ويسولوا عن مشاكل التربية، حتى قاعد يبحثوا عن مشاكل كيف يتعاملوا قاعد مع الأطفال وتربيتهم التربية السليمة، وكيف يرباوا ما فيه عناد ولا فيه الصدام، وكيف يرباوا في انسجام مثلا جميل. مرحلة قاع سابقة هذه الأخرى اللي مثلا نطرحها. أستاذ أحمد، بدل الوقت يضيق، آخر سؤال، كيف للطفل الموريتاني أن يعيش وتبرز موهبته كما قالت أستاذ مبيا؟ الطفل يحتاج إلى الرعاية من الدولة، وبطبيعة الحال هنالك مركز للتكوين ولتأهيل الأطفال المتنازعين أساسا مع القانون، وهو يعني يقوم بجهود يعني يمكن أن تساهم في محافظة على خاصة الأطفال المتنازعين مع القانون. أما الأطفال العاديين يحتاجون إلى التمدرس وإلى الصحة وإلى السكن وإلى الرفاه وإلى التثقيف وإلى مزاولة الأنشطة الثقافية والانخراط كذلك، بحرية الانخراط في الجمعيات، لأن هذا من ضمن وإلى الأسرة. الأسرة ينبغي أن تكون متماسكة، وينبغي وإذا تطلقت فهنالك مدونة الأحوال الشخصية، ما دام الجميع يضربها في الأرض الحالة لا يمكن أن نتحدث عن الطفل. أستاذ مبيا، نعم، كلمة أخيرة، كيف نحافظ على الطفل الموريتاني؟ نعم، كيف نحافظ على الطفل الموريتاني؟ نحن في الجمعية هنا كانت عندنا مجموعة من الخبراء تطرح وتنظر، مجموعة كانت نتاج هذا الدليل المهم في تربية الناشئين، فيه الطرق السليمة لتربية الأبناء والتعامل معهم واكتشاف مواهبهم وإعطاء لهم جميع الحقوق اللي الرائدة. وكذلك نحن في هذه الجمعية كذلك نقوم بأنشطة
من 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 أهدافه هو تنمية مواهب الطفل وصقله، وعند كذلك نهتم بالدراسة والتفوق الدراسي. جميل. من خلال كذلك أنشطة نقدمها لهم، عندنا النشريات نوخوها لهم دائما، عندنا مجلات يشاركوا فيها الأطفال يشوفوا فيها ذواتهم. جميل. يرسموا فيها يعدلوا فيها كثير، مثلا هذه أشياء تنمي كثيرة. جميل. عند الطفل وتمتصمة لكذلك. بدأ الوقت يضيق وكذلك بسرعة. كلمة أخيرة، كلمة أخيرة، نتمنى إن شاء الله الأطفال الموريتاني كاملة إن شاء الله وجميع الأسر إن شاء الله صلاح الأبناء وسنة إن شاء الله جديدة والأطفال إن شاء الله صالحين ويبنوا إن شاء الله. للطفل الموريتاني كلمة المخرج يسرع لنهاية. على الجميع أن يساهم في يعني تطوير الطفولة في موريتانيا ومساعدتها من أجل الوعي بحقوقها. الأستاذ أحمد والمحمد مبارك والصنبا فار طبعا الباحث الأكاديمي، شكرا لك. شكرا لك أستاذ مبيم محمد حمود مسؤول الأنشطة في الجمعية الموريتانية رعاية الطفولة، وربما أستاذ أحمد سيكون للمشاهدين والمشاهدات معك عدد كبير تشجع الطلاق. ربما هل تشجع الطلاق؟ لا أشجع الطلاق وأشجع الاهتمام بالمسطرة القانونية. شكرا لكم ضيوفي الأعزاء. ويقول أحمد شوقي أعتقد زمن الطفولة هل وزال، هذا البيت الذي يؤكد أن الطفولة لها أهمية كبيرة. تحيات المخرج المشاكس أحمد، تحيات دا يعقوب، في أمان الله.